بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في مركز البعايث التابع لمنطقة حائل، وهذا وادي الرمح المعروف هنا. هذه التسمية للوادي وادي الرمح، وإن تعددت ألفاظ هذا الوادي أحيانا تكون بحسب الثقافة. وهذا الوادي كما نرى كان مليء بالنخيل، النخيل مزروعة على مياهه. ومعي الراوي الشعبي الذي رتب لي ونظم هذه الرحلة، الراوي الشعبي عيسى بن بخيت السليمي، وقد ذكر لي أن هذا الوادي هو الحاجر قديما والمذكور في المعاجم العربية، والذي كان يمر به طريق الحج العراقي، طريق زبيدة، وأن بعد نزول السلايمة من المدينة إلى هذا الوادي بعثوا الآبار القديمة المطمورة وسموها البعايث، وبذلك أخذت القرية هذا المسمى. هذا جانب من الوادي، هنا مفيض السيل من جهة حائل جهة السليمي، وهنا اتجاهه الجنوبي الشرقي، وهنا مزارع النخيل، وأيضا هنا أيضا البيوت القديمة في القرية. الشكر والتقدير لك أبا عبد العزيز على تنظيم هذه الرحلة الجميلة بكل شيء، وبكرمك وضيافتك.